اوكي، السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم في اخر تشابتر اللي هو تشابتر 10. تشابتر 10 اللي هو عن الايفابوريشن، هو عباره عن ثيرمال بروسيس. اوكي، طبعا الايفابوريشن عارفين شو معناتها بشكل عام. طبعا هاي الايفابوريشن بروسيس هاي راح تاخذوها في المختبر اليونت ان شاء الله بشكل كامل. البروسيس بشكل عام، خلينا ناخذ اكزامبل. وي هاف ا سوليوشن اوف شوجر اند ووتر، تمام؟ هذا السوليوشن فور اكزامبل 5% شوجر، بدي اعمل له كونسنتريشن، يعني ازيد تركيزه باي ايفابوريت ذا اماونت اوف ووتر. فبدخل الفيد اللي عندي، شايفين الفيد هنا؟ الفيد هو عباره عن ايش؟ سولفنت زائد ايش؟ volatile solvent زائد non volatile solute. non volatile solute اللي هو الشوجر، وال volatile solvent اللي هو الووتر. ف heat is added so the water will evaporate اللي هو solvent and the concentrated solution will comes out from the bottom of the evaporator. طبعا solution اذا كان تركيزه 1 في 10 بيطلع تركيزه 5 أو 4 في 10 0.4. ليش؟ because the water will evaporate, consequently the concentration of the liquid comes out from the solution, liquid comes out from the evaporator will increase. Okay, so the evaporation, its heat is added in to a solution to vaporize the solvent, which is usually water. So the concentration, the concentrated solution can be gotten out in the bottom of the evaporator. فطبعا الايفابوريشن هي هيت ترانسفير بروبلم تو بويلينج اوف ذا ليكويد. هدفنا احنا انه انا اعطي هيت للكونسنتريتد سوليوشن. انا عندي سوليوشن بتكون من شوجر وبتكون من ووتر. ذا كونسنتريشن اوف ذا شوجر از 0.1 فور اكزامبل، اور 0.2 اور 0.15 وات ايفر. هيت از ادد، ذا ووتر ويل ايفابوريت اند ذا كونسنتريشن ويل انكريز. So if from the top the solvent vapor will comes out, from the bottom the concentrated solution with x equal xl. Now, so as we can see that vapor from a boiling liquid solution is removed, okay, and more concentrated solution remains there. Refer to removal of water from an aqueous solution. From the example of evaporation, concentration of fruit juice, how can we concentrate it? By evaporate the water. Also, milk, highly concentrated milk. خلاص بتعرف انت الحليب مركز، بعمل على فوتو على evaporator، ببخر المية فبزيد تركيزه. Okay. A production of high quality water from river sea. Also high quality water اللي هو water desalination، مثلا تنقية مياه البحار عن طريق water desalination، تحلية مياه البحار فوتها على evaporator، المي بتتبخر فبيضل عندك high concentrated solution في impurities، في solids، في salts. ال vapor water اللي بيطلع من التب بيكون very pure، لأنه هو عبارة عن pure water، بعمل له condensation وبحصل على later on. Okay، هاي من أمثلة الإيفابوريشن اللي عندي. طبعاً production of milk powder كمان هو أحد أمثال الإيفابوريشن. بيكون عندي الحليب عبارة عن اللي هو الفات particles زائد الووتر، بصير عندي إيفابوريشن للووتر فبحصل على high concentrated، وبعمل له كمان more concentration فدبل بايب دبل افكت ايفابوريتر لحد ما احصل على دراي ميلك. وهي عمل لك ايش؟ بعض الامثله على انواع الايفابوريتر ستاندرد. في عندك هاي البروسيس تبعت ايش؟ تبعت البرودكشن اوف ميلك، بفوت الانكمينج ميلك على سنترفيوجال كاريفاير بول، اذا هاي اخذناها بشابتر 9. بعدين بروح على ايش؟ على ستاندرزيشن تو ادجست ذا كونتنت اوف فات الميلك. بعدين بروح على الهيتنج تو ستريلايز الايفابوريتر، فولينج في الايفابوريتر، اند سبراي دراير تو جيت ميلك باودر.
This is the process of milk production using a different unit operation like the centrifugal, like the heating, sterilize, and evaporator. Evaporator بيجي مرحلة قبل الأخيرة. هسا شو البروسيس فاكتور اللي بتأثر على evaporation؟ انتوا معايا ولا لا؟ ألو؟ معاكم ماشي. أول بروسيس فاكتور بيأثر علينا عندنا في الإيفابوريتر اللي هو واحد الفيد. الفيد could be concentrated could be dilute، يعني لو فات عندك sugar زائد water بتركيز point مثلا for example point 07 أو فات بتركيز point 2، البوينت 07 considered to be dilute والبوينت 2 not dilute concentrated، صح؟ فبنعرف إنه إذا كان dilute معناتها الفيسكوستي له قليله، انه ديليوت بتعرف احنا دائما انه اكثر فيسكوستي ووتر اند شوجر او كونسنتريشن اوف 0.07 ولا ووتر اند شوجر وذ كونسنتريشن اوف 0.2. اوف كورس از ذا كونسنتريشن انكريز ذا فيسكوستي ويل انكريز. سو ذا فيد اف ذا فيد از ديليوت ذن ذا فيسكوستي ديكريز. اولويز ذا فيسكوستي از انفرسلي بروبورشنال وذ ذا heat transfer coefficient، يعني انو اعلى heat transfer coefficient بصير ايوه انتقال حراره لا viscous solution ولا لا not viscous solution. as the viscosity increase the heat transfer coefficient decrease and inverse proportional vice versa. if the viscosity decrease then the heat transfer coefficient will increase. so i can see that for dilute solution ماشي the viscosity is low, consequently the heat transfer coefficient h will increase. okay now طلع علي اذا كان عندك انت solution composed of water زائد sugar for example والdilute فبهاي الحاله boiling point لهذا solution equal boiling point of water فعندنا الاسامبشن هذا is valid and could be considered correctly without any problem. دائما اذا كان عندك قلت لك السوليوشن اللي فات على الايفابوريتر ديليوت معناتها انه البويلنج بوينت لهذا السوليوشن could be considered as the boiling point of water. now if we have concentrated solution then the concentrated solution has a high viscosity mu is high. As long as viscosity is high, the heat transfer coefficient is low, and the boiling point of solution is higher than the boiling point of water. It does not equal the boiling point of water because the solution is concentrated. بهاي الحالة بصفة عنا إشي بسميه boiling point rise (BBR). معينتوا ولا لا؟ هسا BBR ألو؟ BBR اللي هو boiling معناتها إنه بتعرفه انه اذا كان عندك لو انت جبت هسه مي مالحه ماشي وقست لها البولينج بوينت لهي الميه لا تساوي البولينج بوينت اذا كانت المي بيور لانه اخذت التركيبه واحد او اثنين مش بتذكر اخذتوا انتوا البولينج بوينت اليفيشن والفريزنج بوينت ديبريشن يعني اذا كان عندك انت سولت ووتر ماشي البولينج بوينت للسويت ووتر 100 إذا حطت عليها تركيز عالي الملح فالبويلنج بوينت الووتر بيرتفع من 100 ل 104 درجات مئوية، المي بتغلى على 104 درجات مئوية إذا كانت كونسنتريتد وذ سولت فور إكزامبل. فبالتالي إذا كان عندك السوليوشن إز كونسنتريتد الفيسكوستي له عالية وبالتالي من المشاكل السيئة إنه الهيت ترانسفير كوفيشنت قليل والبويلنج بوينت لهذا السوليوشن أعلى من البويلنج بوينت للووتر بصير عندنا بسميه البويلنج بوينت رايز اور البويلنج بوينت اليفيشن ماشي البويلنج بوينت اليفيشن او البويلنج بوينت رايز واضح ولا لا هاي مهم جدا. ناو ذا اذر فاكتور اوف ذا بروسيسنج فاكتور از ذا سوليبيليتي ماشي نعرف احنا انه بس يزيد الكونسنتريشن شو بصير السوليبيليتي بتقل معروف لو انت تذوب 5 غرام في لتر ميه ذائبيت الأعلى من 30 غرام في لتر مية إذا as the concentration increase
the solubility decrease وبالتالي form crystals formation. Now بشكل عام بتعرفوا انتو انه solubility لا solid particle في الليكويد increase with temperature. هاي بتعرفوها يعني انت تجيب مية ذوب في سكر تمام دابيت السكر في المية increase as the temperature increase as the temperature increase the solubility increase. يعني عندك انت saturation saturation مثلا concentration للسكر في المية عند درجة حارة 40 درجة مئوية مثلا 2 غرام لكل لتر، لكن إذا زد درجة حارة الواحد لتر بيستوعب 3.5 غرام for example. معناته أنت إنه ال solubility بشكل عام inversely proportional sorry proportional مع temperature. As the temperature increase the solubility increase. Also the قلنا for high concentration as the concentration increase the solubility decrease وبالتالي في عندك احتمالية تتكون الكريستالز وهي بتعمل لي مشاكل في الفابوريتر. اوكي التمبرشر الو معي انت ولا لا؟ ناو الو معك معك مهندس. ناو فور ذا تمبرشر بنعرف احنا انه الهيت سنسيتيف ماتيريال بصير لها ديجريديشن ثيرمال كراكنج ثيرمال ديجريديشن ات هاير تمبرشر اوكي ان برولونجد هيتنج. فبنعرف احنا انه اللي مثلا الملك انا بس اجي ابخر المي اللي فيه لازم اكون حذر لانه السوليد بارتكل اوف ذا ميلك از هيت سنسيتيف ايوه فبالتالي يوصل لك كراكينج فلازم اكون حذر بالتسخين بحيث اني ما اصل على حراره انه يصير ايش ثيرمال كراكينج او ثيرمال ديجريديشن فور ذا سوليد بارتكلز. فبالتالي انت لاحظ انت بتشوف انت الملك الميه عفوا الحليب اذا انت سخنته بدرجه حراره عاليه جدا شو بصير بنحرق صح ولا لا بيصير له ثيرمال كراكينج او ديجريديشن. عشان من هاي الفود ستاف الفورستيكال هي اكزامبل على اللي هو الهيت سنسيتيف اوف ذا ماتيريال. يعني كمان سكيل ديبوزيشن بنعرف احنا انه البرودكت اللي سوبرتي لها واطيه شو بصير فيها بتكون كريستالز فبصير عندك سكيل ديبوزيشن ايوه بترسب هاي السوليد بارتكل جوا الايفابوريتر فبالتالي انا بدي احتاج الى تنظيف الايفابوريتر من فتره لفتره لانه if there is no if there is a scale deposition then the overall heat transfer coefficient decreases with time. اخذتوها في الهيت you dirty and you clean صح اول ما بيعملوا انت ديزاين للهيتر او الهيت اكسشينجر بيكون له overall heat transfer coefficient as new. Now with time and this scale deposition the overall heat transfer coefficient decreases with time due to the formation of the deposition. اوكي فعندك scale deposition هاي بتكون اذا كان عندك الفيد highly concentrated اللي crystal formed possibility is very high وبالتالي بصير عندك انت scale deposition. في عندك كمان الفورمينج اوف الفروثينج الفورمينج اللي هو بصير عندك زي بغوي وفروثينج بصير عندك التزبد يعني الحليب بس يتزبد الفات اسيد بتتكون عندك انت بتكون عندك كوسك سوليوشن فود سوليوشن فاتي اسيد هاي بتتكون فبالتالي بتاثر على ايش على اللي هو الهيت ترانسفير كوفيشنت بتاثر على السكيل ديبوزيشن. اوكي بريشر اند تمبرشر احنا بنعرف انتو بدي اسالكم سؤال حدا بيعرف العلاقه بين البريشر والتمبرشر؟ الو لا العلاقه بين التمبرشر والبريشر بروبوشن طرديه بشكل عام العلاقه بتكون ايش طرديه ان جنرال بمعنى اخر شو على طرديه طرديه معناتها as the pressure increase the temperature increase. يعني شو هي البولينج بوينت للووتر عند درجه حراره 100 عند ضغط يساوي 1 اتموسفير هي 100 دجري سيليسيوس and what is the boiling point of water at temperature equal 140 degrees 140 كيلو باسكال عن ضغط جوي اعلى من الضغط الاتموسفيريك بريشر فور اكزامبل الاتموسفيريك بريشر 101 كيلو باسكال وبيكون عندها البويلينج بوينت 100 درجه مئويه if the atmospheric pressure is 140 كيلو باسكال then I expect that the boiling point of water will increase to be like 110 او 115 دجري سيلسيوس واضح ولا لا؟ يعني اذا انت رحت على البحر الميت تحت وشفت المي بتغلى
because the pressure is there is very high, so we expect that the boiling point of water is not 100 degrees Celsius. It could be about 105, 106, 106 درجات مئوية إلى 107 إلى 105. It depends. لأنه عندك as the pressure increase, then the boiling point of water increase accordingly. Okay. Okay. تمام. هسا كمان بتعرف إنه إذن اللي بيأثر كمان concentration قلنا هسا. بس يزيد الكونسنتريشن البولينج بوند بتزيد بيكوز اوف ذا بولينج بوند اليفيشن بي بي راس سو بالتالي لاحظوا اذا كان عندك انت ماده هيت سنسيتيف ايوه بتتاثر وهي الماده كونسنتريتد وجوه المي دايبه فمشان يصير تبخر الميه بدي اوصلها لدرجه حراره 120 لانه الميه بس تتبخر على 120 اذا كان الضغط عالي طب بهاي الحاله اذا كان الضغط عالي عندك أو المية اللي في عندك أنا ميكستشر أوف سوليد بارتيكل اللي هو الحليب مثلا الحليب زائد ووتر الحليب زائد الووتر شو بعمل؟ بلاحظ أنت إنه إذا مشان أبخر المية بدي أوصل لدرجة 100 ديجري سلسياس لكن عند 100 ديجري سلسياس ممكن يصير ثيرمال كراكينج أو ديجريديشن لسوليد بارتيكل أوف ذا ميلك فبهاي الحالة بضطر أنا أعمل إيفابوريشن عند أندر فاكيوم ليش؟ بس أقلل البريشر مثلا 70 كيلو باسكال بهاي الحالة بصير عندك البولينج بوند للووتر بوصل 70 أو 65 أو 80 ديجري سلسياس فبالتالي ما بوصل 80 إذا المي متبخرة أنا بضمن إنه السوليد بارتيكل يضلها سيف ما وصلت للكريتيكال تمبرشر اللي بصير عندها ثيرمال ديجريديشن واضح؟ إذا أنا بقدر أتحكم في البريشر إنسايد ذا إيفابوريتر بزيد البريشر بزيد البولينج بوند بقلل البريشر بقلل البولينج بوند نيجي على الايريا بعدين على كل حال بعدين الماتيريال اوف كونستراكشن بهمنا احنا بس نعمل ديزاين للايفابوريتر نتاكد من الماتيريال اوف كونستراكشن بحيث انه نعمل مينيمايز للكوريجن از ماتش از وي كان هسا من انواع الايفابوريتر في عندك هوريزونتال تيوب ايفابوريتر ماشي فيرتيكال تيوب ايفابوريتر اوكي هذول طبعا هن عباره عن موجودات في الديستيليشن كولم لو تشوفون في الاسبن هايسز بس تروح تعمل ديزاين او سيموليت للديستيليشن كولم او ابزوربر وتروح تشوف شو نوع الريبولر راح تشوف هو عباره عن هوريزونتال تايب ايفابوريتر او ريبولر فيرتيكال تايب لونج تيوب فيرتيكال تيوب فورس سيركيليشن تايب اوبن كيتل اور بان اوبن بان سولار ايفابوريتر فولينج فيلم تايب ايفابوريشن and agitated film evaporator. Okay, this is the some types of common types of evaporation equipment. هاي موجودة عندنا بشكل عام. Okay. Now effect of Bursting variables in evaporator operation. This is very important. هسا إحنا نعرف أول شيء بشكل عام مشان نعمل evaporation مش بدي هيت هاي الهيت منين جاي؟ هاي الهيت بتيجي من ستيم ماشي يعني افرجيكم بس شكل طلعوا كيف فوت عندك انت الفيد بيكون له كونسنتريشن معين بفوت ستيم الستيم بيعطي بروفايد ذا هيت طبعا الستيم ما بيكون على دار كونتاكت مع السوليوشن لا بيكون عندك زي تيوبس جوا تيوبس تمام الستيم بفوت عند تي ستيم بفقد الليتنت هيت له بتحول من ساتوريتد فيبر الى ساتوريتد ليكويد فالاتش الانثالبي بتتغير من اتش كابيتال لاتش سمول ات ذا سيم تمبرشر طبعا بس يصير عندك الهيت له كوندنسيشن ذن ذا هيت ويل ريموف ذا هيت ويل لوست ذا سنسبل هيت لا عفوا الليتنت هيت سوري ذا سنسبل هيت از نوت كونسيدرد The steam will release the latent heat of evaporation at a certain temperature. The temperature of the steam remains constant because the heat, the phase transfer from saturated liquid to saturated vapor, بصير under a constant pressure and temperature. فبالتالي الستيم بيضلوا على درجة حارة تمام بيفقد latent heat إله بتحول من saturated vapor saturated liquid. الفيد هذا بيكسب حرارة تمام بصله boiling point بصله evaporation فبهذا بصير عندك pure
سوليوشن هذا كونسنتريتد ليكويد، هذا بيور ووتر اوكي بيور فيبر هذا، وهذا كونسنتريتد ليكويد، واضح ولا لا؟ فبالتالي البروسيس بتاثر عنده الفيت تمبرشر. نعرف احنا انه اذا كانت الفيت تمبرشر اقل من البويلنج بوينت، يعني السوليوشن اللي فات عندي البويلنج بوينت له كم، مثلا فور اكزامبل 120 ديجري سيلسيوس البويلنج بوينت، او 100 خلينا نعتبر انه ديلوت سوليوشن، فات الفيد على درجه حراره تساوي 100 ديجري سيلسيوس اللي هي البويلنج بوينت له، اذا فات على تي تساوي 80 بهاي الحاله شو بصير عندك؟ جزء من الليتر تي تبعت ستيم بتحول الووتر من 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 سب كود ليكويد 80 الى ساتوريتد ليكويد 100، بعدين من ساتوريتد ليكويد 100 الى ساتوريتد فيبر 100، فبالتالي الجزء من الليتر تي تبعت الستيم بروح مشان يرفع التمبرشر اوف ذا فيد من اكس فيد تمبرشر اب تو ايش؟ اب تو بويلنج بوينت اوف ذس تمبرشر اوف ذا سوليوشن، فبفقد جزء منه، فهذا some latent heat of steam will be used to heat up the cold feed okay and the only the rest of the latent heat will be used in order to vaporize the feed، فبالتالي بتقل ايش الكفاءة، واضح ولا لا؟ فهمتوا؟ انا عندي مرة ثانية عندي انا water feed solution بتكون من sugar زائد water، as the boiling point for this feed is the equal the boiling point of water since the feed is dilute، كنا احنا if the feed is dilute then the boiling point of the feed is the same as the boiling point of the water. إذا فات درجة غليان the boiling point لهذا solution 100 درجة مئوية فات على 85، بهاي الحالة الستيم راح يفقد latent heat مشان يبخر المية. Latent heat of the steam portion of this latent heat will be used in order to evaporate to heat up the solution from 85 degrees Celsius which is the feed temperature up to 100 degrees Celsius which is the boiling point. After that فرضا latent heat للستين تساوي 100 كيلو جول، راح 10 كيلو جول مشان احول temperature احول السوليوشن من 85 ليكويد ل 100 ليكويد، و 90 كيلو جول مشان احول السوليوشن من saturated liquid to saturated vapor، وبالتالي بتكون ايش evaporation اقل لانه portion of this latent heat is gonna be used to transfer or to heat up the subcooled liquid of the solution from 85 up to 100 degree Celsius. هاي مهم جدا. هسا if the feed is under pressure فبتكون التي فيد على التي بولينج بوند اديشنال ايفابوريشن از اوبتيند باي فلاشينج اوف ذا فيد، يعني عندك انت فرضا الفيد فاد على تمبرشر تساوي 90 ديجري سيلسياس، وشفنا انه البريشر داخل الايفابوريتر يساوي 60 كيلو باسكال، يعني ايش اندر فاكيوم، صح ولا لا؟ بهاي الحاله فاد الفيد على درجه حراره 90، البولينج بوند له بأنه الضغط يساوي 60 كيلو باسكال، البولينج بوينت له 70، ففاته هو على 90، فبصير له سدن ديكريز اذا بصير عندك ايش يسموه الفلاشنج، فبالتالي اديشنال ايفابوريشن ويل بي كود بي جوتن اوكي اند ذا افشنسي ويل انكريز از ويل. ايفابوريت بريشر طبعا احنا بنعرف انت بشكل عام احنا بنعرف انه الهيت ترانسفير ايوه الكيو بروفايدد ان ذا ايفابوريتر هي عباره عن الاماونت اوف هيت لوست فروم ذا ستيم، الستيم بيفقد الليتنت هيت، وشو تساوي يو في ايه في دلتا تي بشكل عام، يو ذا اوفر اول هيت ترانسفير كوفيشنت اوف ذا ايفابوريتر، اي ذا اريا اوف ذا ايفابوريتر، دلتا تي هو عباره عن ذا تمبرشر ديفرنس بتوين TST steam ناقص T1. T1 هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن ال boiling point للسولوشن جوا الإيفابوريتر. إذا مرة ثانية هي عندك الإيفابوريتر طلع عليه، فعندك أنت ال Q تساوي U ال overall heat transfer coefficient في area of the evaporator في T steam ناقص T1. T1 it's the boiling point of the solution. فهدفي انا طبعا في الديزاين هاي الكيويشن هدفي اقلل الاريا، تمام؟ الاريا شو تساوي؟ كيو على دلتا تي في يو، اذا الاريا تساوي كيو على يو في دلتا تي،
إذن هدفه إنه دلتا تي هاي تكون إيش عالية لارج. ليش؟ مشان أقلل الأريا. مرة ثانية الأريا شو تساوي من هاي المعادلة، نرجع لها مرة ثانية هي الأريا تساوي Q على U في دلتا تي. In order to decrease the area I would like to increase delta T، مشان بيزيد المقام بتخلي الفاليو في الأريا بتخل، تمام؟ So my objective is to get desirable large delta T. بالتالي بس أنا أزيد دلتا تي شو بصير بالأريا؟ decrease the cost decrease. Now delta T depends on the pressure. Okay, as the temperature T1 decrease delta T increase which is desirable. إذن بدي أنا شو أعمل؟ أقلل T1. شو هي T1؟ قلنا هي عبارة عن the boiling point of the solution. If the boiling point of the solution decreases then Ts ناقص T1 increases then the area decreases which is my objective. Okay, my purpose, sorry, my objective is to decrease the area in order to decrease the cost. From this equation I can decrease the area by increase the term Ts ناقص T1. Ts ناقص T1, how can I increase it? By decrease T1 or increase Ts. So this term اللي هو Ts minus T1, this term Ts minus T1 could be increased by decrease T1 or increase Ts. So if I increase the steam temperature or decrease the boiling point of the solution, then I can increase this term, which in turn decrease the area, which in turn consequently decrease the cost. So how can I decrease T1? I can decrease, كيف انت بتخفف البويلنج، بتقلل البويلنج بوينت للسوليوشن؟ عن طريق تقليل البريشر. يعني قلنا the pressure is proportional to the boiling point of the solution. So as the pressure decrease, the boiling point T1 of the solution decrease, which in turn make Ts minus T1 high, and so the area decreases. هاي اول واحدة. Okay, so in general, if I use the vacuum, then I can increase the factor or the term Ts minus T1, وبالتالي the area could be decreased. Also, the steam pressure. Okay, الحالة الثانية. كنا in order to increase the term هذا Ts ناقص T1, بدي أزيده يا بقلل T1 أو بزيد Ts. بقلل T1 عن طريق إني أنا أشتغل under vacuum. ليش؟ لأنه بس أنا أشتغل under vacuum T1 represent what? The boiling point of the solution. بس أنا أشتغل under vacuum ماشي، ال boiling point of the solution شو بصير فيها؟ decrease، ف T1 decrease. أو إني أزيد ال pressure of the steam وبالتالي ال temperature of the steam will increase، بالتالي هذا term will increase so the area will decrease. اوكي، لكن المشكله اللي عندك انه ما بقدرش ازيد التي ستيم بشكل كثير، لانك انا مشان ازيد التي ستيم لازم ازيد ايش؟ انا ازيد ايش؟ in order to increase the steam temperature I need to increase the pressure of the steam. Increase the pressure of the steam money cost. طبعا increase the cost of the money، فهذا كمان بدي اعمل بالاخير optimization مشان احصل على ايش؟ optimize the Ts by overall economic balance. واضح ولا لا؟ هلا في عندنا شيء بسموه ال boiling point price ال BBR. في عندي سؤال لحد هسه. الو، ما في مهندس اسئله؟ اوكي تمام. ثواني بس. ناو طبعا خلينا بس نعد هنا. في عندكم انتو some typical heat transfer coefficient overall heat transfer coefficient U. قلنا احنا Q تساوي U في دلتا T لقبين. طبعا الكلاس الجاي بنرجع على ايش؟ على هذول الفيجر بنشوف شو الناس. بس بشكل عام هاي typical value لليو. يعني اذا كان عندك short tube vertical natural circulation اليو تتراوح له من 1100 ل 2800 وات بير متر كوبيك بير متر سكوير كلفن. فور اكزامبل اجيتيتد فيلم اللاست وان
اللي هو بتتراوح له من 680 الى 2300 وات بير متر سكوير كلفن. If we have longitude vertical natural circulation اللي هو له اقل من الفورس سيركيليشن بشكل عام, الناتشرال اللي هو له اقل من الفورس, الفورس له اللي هو بشكل عام اعلى من 2300 الى 11000. تصور يو هاي صم ايش صم تيبيكال هيت ترانسفير كوفيشنت اوف فير فيريس ايفابوريتر. الكم في الديزاين ليتر اون اذا بتحتاج لفاليو بتروح على الجدول هذا بتحدد شنو نوع الايفابوريتر وبالتالي بتحدد نوع اليو اللي عندك. اوكي نوع اليو هل هو ال Okay, اليو اللي عندك هاي اليو what the value of the U keep in mind that the unit of the U is watt per meter square Kelvin or watt per meter square Celsius is the same. Okay, so inshallah next class we will continue with the boiling point rise for now. Okay, فإن شاء الله بنبلش في boiling point rise, how to deal with the boiling point rise, how to find the boiling point of the highly concentrated solution and how to find the enthalpy of the highly concentrated solution. Then we will start for the calculation or methods of evaporation evaporators. Okay, أنواع الإفابوريتر. بعدين نيجي على design equation والحسابات. وبس اليوم بكفي, يعطيكم العافية. السلام عليكم. Laughing.